أولا سنشكر اللاعبين والطاقم التقني والطبي والإداري جميع المكونات الفريق. سنهديو هذا الفوز للأنصار ديالنا رغم غيابهم على المدرجات. من ناحية التقنية أظن أنه قراءتنا كانت جيدة للخصم. إحنا نعلم بأن لجوه كلية دراجة هو أنس الزنيتي، وإحنا كنا تنعرفوا كذلك مسبقا بأن المخزون البدني ديالنا المتوفر والنقص في الجاهزية قد يؤثر علينا وعلى الأداء ديالنا في الشوط الثاني. أظن بأنه كنا عازمين باش نديروا لهم صعوبات خروج الكرة، وهذا ما حدث. ضغطنا عليهم ضغط عالي، أظن بأنهم فشلوا في إيجاد الحلول. فوالا مسألة عادية في الشوط الثاني. هما حنا باش نحافظوا على النتيجة ما طلبناش اللاعبين باش يتراجعوا، لكن العياء لأنه تتعرفوا بأن أنت تضغط بشكل عالي و اغريسيف، يعني تي دوموندي سا دوموند دو لينيرجي وواحد التركيز كبير. ولحقاش الراجا انهكونا بلا موبيليتي، تيتحركوا كثير وتنعرفوهم بانهم تركزوا تيدوزوا في الاطراف. على داكشي في منتصف الشوط الثاني كنا مجبرين باش نبدلوا لو سيستيم وخرجنا مهاجم وفي الميليو تيران نزلنا لوزونج كوم سا باش ما يخلقوش علينا الزياده العدديه في الاطراف. اكتفوا يعني بعرضيات كان مجملها كانت من نصيب بدر الدين بن عاشور اللي بور موا رجل المقابله بامتياز. فوالا الهدف الوحيد اللي كان سهو، ما فوالا سهو. مي جو تري كونتون جلوبالمون دو لا بريستاسيون دو مي جوار، هنيئا لهم. وفوالا جو بونس كو ما كاينش سر يعني في تحقيق فوزين على التوالي. الفوز هو جان كوموندو زعما جي دي زوم دي بيرسون دو بون فامي قبل ما يكونوا دي جوغ، باسكو لو تالون لي وحدي غير كافي. سي فري تنشتغلوا بشكل جيد، تنعتمدوا كذلك على نحترموا خصومنا تنحلهم بشكل دقيق. بون فوالا مي سور لو تيران تندخلوا الند للند، يعني لا نبالغ في الاحترام. يعني في ضربه البدايه سي زعما با ما تنشوفوا لا الحموله التاريخيه للفريق الخصم، لا الجماهير ديالو، لا الترتيب ديالو، لا اللاعبين ديالو. حنا نؤمن بان النجم في اتحاد طنجه هو لو كوليكتيف، هو المجموعه، هو الطريقه، هو لو بلون دو جو والانضباط ديال اللاعبين، باسكو هذا الشيء كله لاعبين منضبطين. سا سي امبورتون. اعترف بان ما عندناش عمق في دبكيات الاحتياط، دخلنا لاعبين شباب، مي خصنا نتعاونوا معاهم، يدخلوا ويغلطوا ونعاودوا يغلطوا. سي امبورتون. ليغور اي تيمان، دوا غوفواغ لو ستاتيو دو ليغور. اشاك فوا تيغلط شي واحد تنزلوا عليه وتنتقدوه بحده، الوغ كو خصنا نشدوا بيديه، باسكو هادو هما اللاعبين ديال المستقبل. بوغ اسيغي لا بيرينيتي دو كلوب، سي با شاك اني نشريو 16 او 17، هذا هو. سي فري انا واخد فيها لو ريسك، مي جاسوم زعما ما كاينش اشكال. لحد الان الامور تدوز بسلام، مي ننتظر يعني فتره انتقالات الشتويه، يعني بكل يعني باسكو اون بوزوان دو رونفور. محتاجين قطاع غيار قادر على تقديم الاضافه. ما فوالا باش تكون منافسه اكثر. فوالا زعما ونخليونا ونشتغلوا، خليونا نوفروا لنا ظروف الاشتغال ونتفوا حول الفريق. الولاء للشعار مش للاشخاص كيف ما كان اسمهم. احنا نشتغلوا بالتركيبه البشريه المتوفره، انا تيق فيهم، وانا العمل ديالي كمدرب كذلك باش ندور ليفيكتيف قصد الامكان دون المساسي بتوازن الفريق وبقوه الفريق كذلك باش يكون الانسجام الحاصل نحصلوا عليه. جو بونس كو ديجا خبرت اللاعبين بهذه الفكره. فوالا ا بارتيغ دو ماتش ديال كونتر الفوس في المحمديه ديمونش بروشان غادي يكونوا تغييرات. او موا واحد 3 جوغ فون كومونسي الماتش، 3 اوتر فون سو بوزي. وهذا هو الفوتبول، هذا هو اللي كاين. من اصل 6 جبنا 6 توفيق من عند الله سبحانه وتعالى. سينا النتيجه يعني اي واحد غادي يكون فرحان اما بلاس ميم لو ستاف في الفستير. كاينه اجواء ايجابيه وهذا تزكي تزيد الثقه ديال اللاعبين فيا وفي لو ستاف. فوالا تتولي عندنا مصداقيه وشرعيه اكثر تو سامبلومون. جو لي غوميرسي باسكو لي جوار كي فون لونترينور ماشي العكس.